مرحبا مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان إلى هذا المشوار الجديد، ونحن وإياكم نشهد سويا تخرج هذه الدفعة الجديدة من رياض ومدارس سيتي العالمية. الجو مفعم بالفرحة والزغروتة تعلو المكان، فرحة الآباء والأمهات والأبناء بهذا اليوم. نتابع وإياكم تخرج الأبناء من رياض ومدارس سيتي العالمية. جديد مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان، لسه مستمرين معكم في تغطية هذه الفعالية احتفاء بتخرج الأبناء من رياض ومدارس سيتي العالمية. التقينا بمؤسسة ومديرة مجموعة رياض ومدارس سيتي العالمية الدكتورة وفاء الخير عثمان. أهلا بك يا دكتورة، ومن جديد بنهنيكم بتخرج أبنائكم من رياض ومدارس سيتي العالمية. ليك واحنا قناة النيل الأزرق دائما هي سباقة، ودائما هي معودانا انها تغطي لنا برامجنا التوعوية الثقافية واحتفالاتنا وكرنفالاتنا. مشكوره جزيل الشكر. طب احنا دايرين نعرف مجموعه من حاجات، منها النظام التعليمي المتبع في رياض سيتي العالمية شكله شنو؟ رياض مدارس سيتي العالمية بتتبع نظام التلفونات في منهج الانجليش، وفي منهج العربي بتعتمد على نور البيان. الجلوفونكس ونور البيان هم حاجة واحدة على علم الهجاء، وبيعتمدوا على علم الهجاء. فهنا الطفل أو الطالب بيكون يعني يتعلم تعليم جيد. الروضة نظام الجلوفونكس هو طريقة الهجاء الصحيح للليترز والنمبر، وفي العربي بنور البيان هو نفس طريقة الجلوفونكس. طيب دايرين نعرف برضو الخطط المستقبلية اللي انتم خاطينا خلال العام القادم لرياض ومدارس سيتي العالمية. رياض ومدارس سيتي العالمية مهتمة بكل شرائح المجتمع، وإن شاء الله في الخطة القادمة نضع مساحة لذوي الاحتياجات الخاصة. حسام عمر صالح، ريهام أحمد عثمان. بشكر روضة سيتي كثير، أنا عندي واحد من أولادي برضو قرا فيها، الكبير حسن أخوه الأكبر منه، وأسا حاليا برضو معه في المدرسة. المستوى الدراسي كويس خالص خالص، الأستاذات تعليمهم بصورة سلسة زي ما بيقولوا، بيعاملوا الأطفال زي اللي كانوا. شكرا لك. بهني رياض سيتي العالمية بالتخرج، وبهني بنتي سلمى عبد الباقي بمناسبة تخرجها من رياض سيتي العالمية. أهم حاجة يا أخوانا الإنجليزي، والله صراحة، ونحن السودانيين ماخذين الإنجليزي ضعف فيس. أريدنا كان بنقول الإنجليزي صح، والله. يعني في إنجليزي كده بقى حايم. نص الناس بقت تتكلم، الواحد بيحشر لي جملة جملتين إنجليزي، كلمة كلمتين إنجليزي، يعني زول يكون راكب المواصلات يطقطق للكمساري يقول لي داونلود هنا. ما عنده علاقة. يا هاي داونلود ده برا ونزلني برا. زول يكون بيتكلم معك في موضوع يقول لي دونت تيك ماي هيد. ما تاكل راسي. ما عنده علاقة. راكب الطيارة المضيفة قالت له بيف ان تشيكن، قالت له لحمة ولا تشيكن؟ قال لها منضي. منضي دي يوم الاثنين، ما عندها علاقة. ما تقول له ما تخرب. فالانجليزي نحن ماخذينه شنو؟ عفيس. ده زول ماشي فرنسا، لما في صاحبه قال لها زول انجليزي ده يس كمين واتس يور نيم بمرق. اها الفرنسي ده كيف؟ قال له الفرنسي اسهل من الانجليزي. الفرنسي عبارة عن لغة عربية نهاية أي جملة أو. قال لي كيف؟ قال لي السلام عليكم في السودان، في فرنسا سلامه. يا زول انت جاد؟ قال له والله. يعني بس اي جمله زيد لها او، قال لي زيد لها او. يا مؤمن يا مصدق فرنسا جاك زول، مشى فرنسا قاعد في كافتيريا، كورك للجيرسون، هاي تعالوا تعالوا. الجيرسون جماعة عشان تعالوا عشان حركت اليد، وقف جنبه. قال لي اريدو واحدو حليبو. الجيرسون ما فيهم حاجه، قال لي باخذو، قال لي لا سخنوه وجيبو. دار اديك نصيحه، نعم، دار تتزوج، ايوه، في الزمن اللي علينا ده، ايوه، اخت الموديلات الجديده من كم وكم؟ مواليد 1998 وما فوق اختار. هاي نعم، ده كل مضلعات وانجكشن وتكييف وسمي ومقعد مريحه وانت بدها سقف بوكو حلال حرام؟ لا لا لا، الوالده تتقدم لك قولت خير بكم؟ مليار. شيله بكم؟ مليار. فنان بكم؟ مليار. الصالة بكم؟ مليار. شهر أسد ماليزيا بكم؟ مليار. تلم قروش الإيرش 8 مليار و200. أيوة توسان صح والله. الله يسألك، عندك 8 مليار و200 تشتري توسان ولا تأرس النسوان؟ تركب التوسان ولا تعايل للنسوان. أحبائي الصغار أولياء الأمور الكرام، مع
المعلمات الحبيبات أسرة روضة سيدي العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحوم الفراشات وتتناغم الكلمات مزدانة بعبارات التهنئة والتباريك على هذه الخطوة التي أنجزتموها في دروب الحياة، تلك المدوية بالطموح والمكللة بالفلاح والتي وصلت بكم في نهاية المطاف إلى دروب النجاح. كان هدفنا وما زال بناء جيل إيجابي يرقى بقيمه ويرقى بمجتمعه. راعينا أطفال الروضة بالجود والعطاء والمحبة والثناء، وها هم اليوم قد أورقوا وأزهروا وأزمروا، ولكم الجنى كله بإذن الله. في البداية أوجه كلامي لأحبة الصغار، فأنتم الأمل الذي نرى من خلاله المستقبل، والذي أتمنى أن يكون دائماً مكلل بالنجاح والتفوق لبناء جيل إيجابي يسعى لبناء وطنه وإعلاء شأنه. فأتمنى للجميع والتوفيق النجاح. أولياء الأمور الكرام، مرحلة الرياض من أهم المراحل التعليمية التي تبني شخصية الطفل وتثقل موهبته من خلال طفولته المرحة ولعبه بصورة هادفة. فمن خلال وجوده في الروضة وحرصكم على مواظبته في الحضور يساعد على بناء شخصيته واكتشاف موهبته وثقلها بطريقة عملية وعلمية. رجائي لكم الاهتمام والإيمان بأهمية هذه المرحلة. وفقكم الله معلمات الفاضلات في روضة سيتي العالمية. أطفالكم أمانة فحافظوا عليها وتعاونوا في رعايتها لتحقيق قيمنا التي نسعى لتعزيزها في نفوس أطفالنا. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. بشكر مدارس ورياض سيتي العالمية على مجهودهم العالي واللي قدموا لنا تخريج فوق الممتاز وكان منظم جدا. نحن مبسوطين جدا بوجودنا معهم. زود أول مرة في تاريخ حياتي أشوف أسانسير، الأسانسير العادي ده، وقف قدام الأسانسير ده خشت مرة، الباب قفل، فتح بعد ثلاثة دقائق مرة براجل. الزود ده داريجين، مد راسه جوا الأسانسير لقى ثلاثة حيط، ما في باب، باب واحد. أخانا ما خشت مرة السعر، المرة براجل شنو؟ وقف خشوا ثلاثة أنفار الباب قفل، فتح مرة ستة أنفار. يمد راسه جوا الأسانسير لقى ثلاثة حيط، ما في حاجة تانية. الزود ده ساعتين واقف جنب الأسانسير. يخشوا نسوان يمرقوا رجال، يخشوا شفوع يمرقوا ناس كبار، يخشوا ستة انفار يمرقوا نفرين. الزود ده دار يجين في واحد بيتابع من هناك جاي يجي جنبه قال له مالك؟ قال له اللوطه دي شنو؟ جا جاتونا جا جات حساباتنا زاد. يخشوا رجال يمرقوا نسوان، قال له ده فرن سحري. قال له كيف؟ قال له مرتك الكبيره دخله في الفرن ده الباب بيقفل، تقدر تستلمها في الطابق اللي فوق بتجيك قمر. هذول انت جاتي؟ قال له جاتي. جري البيت المره جاك زول. ساق المرأة راح قاعدة قدامي موديرين قال لها ليلة يوم ساعدك رحبتي بس ساق وقفة جنب الأسانسير قال لها خشي هنا هيدا يشلو قال لها مالك انت خشي بس خلاها واقفة جنب الباب بتاع الأسانسير جري بس سيدي من الطابق لفوق المرأة ما خشت جات سورية سمحة سماح خشت الأسانسير الباب قفل وطلع فوق وزورك وين؟ فوق الباب فتح شاف السورية قاعد في الوطة قال لا إله إلا الله أهل بيغنعوا تاني شنو دي ما مرته
حنبيهم نعيشوا. زول قال السورية زوجته وماشي يطلبوا من يدها، السورية انخلعت. وايش بك فيك يا زلمة؟ شو بتطلع فيه؟ قال لها هلا هلا بيدها بلقيتها. فرطان بالكشتينة مرضى من تصبح شغال حريق. يا أخي على أضمامي رقاب القميص الدولة ما بشيله بجره جر. جاء داخل البيت 12 بالليل مرته قالت لغبت الأولاد، قال لا بعرق بعرق. يا مسكين دق لي الباب قال لي أنا مسكين عندي 3 أولاد و3 بنات. قال لي المسكنة لك شنو ما تنزل ساي؟ النزول ما تعمل. المخ ما قفل كشتين المرة في سنة طلقت غطت العيش ناقص سجل لها 3. المرة رقدت المستشفى 15 يوم مرافق معاه مشتهي لعشر الكشتين ما لاقي طريقة. يوم مسكرات شبمية أخوان الجوة زومة منه أحمد رمى غطا حرقوا منه جروا 50 ما تعب. يوم مسكرات سبحان الله السرير جنبه نجيب مرة 5 دقائق حبنا تطلع 5 دقائق يجيبوا مرة ديريب تطلع. قال لها سيدي مبارك قومي على قالنا الحق لنا 10 كشتينة. شيل المرة وعفشها ورحلوا السرير الثاني، السرير اللي كانوا فوقه 15 يوم. جابوا مرة ما تمت 5 دقائق توفت. عائل لمرته كده قال لها هالبهيمة إما خلفنا الجرة نام الفتوح ما كان عليه. وطني الخير وطني الخير تراب أجدادي وكيف باروحنا ما نبدي. ويا معشر السامعين تعالوا وريكم اللي عندي، تعالوا نوريكم التاريخ ووعد عينه لصغري. اوعى تحكموا بالاعمار، انا السودان بالميلاد وارث الطين من جدي. رضع عمي سد النيلين مفطوم به واجدادي، وكيف ما اعتز بين سبي واعد موطن السودان وغير جنسيه ما جنسي. ويا بذره الماتو اخير تهتموا بقولي، بوصيكم بوريكم بخلي وصايا للبعدي. ما بقبل أنا الموضات تغير من تراث بلدي. يا وطن مزغة رؤوسنا وليك سلام مليون تحية، نحن قد حبينا أرضك بقلوب طاهرة ونقية. الجدود وصونا بيك ونحن حافظين للوصية. يلا يا ستي نشوفك عالية فوق عند السحاب، انت فقر العلم شعشع فالظلام الجهل قاب. انت فرسك ما بيرجع لا للموت لا يقاب، عمو كيف يحفظ سلامتك ويروي عرضك وحقولك. الزرع خضر أرضنا جان الخريف بنساي مهاب. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا الحفل النهاري احتفاء بتخرج دفعة جديدة من رياض ومدارس سيتي العالمية. كان اليوم جميل جدا. الجدير بالذكر أن الفرحة كانت حاضرة لدى الجميع، والبرنامج كان يحوي الكثير من الفقرات الجميلة. وأن حتى المنتخب نترككم في أمان الله.